مرحبا، اليوم ان شاء الله راح نحكي عن زمن المستقبل المستمر باللغه الانجليزيه. المستقبل المستمر اسمه Future Continuous. هذا الزمن استخدمه من اريد احكي عن شغله راح تصير بالمستقبل وتكون مستمره. تكوين هذا الزمن يكون من well وتخلي وراها بي وفعل بي اي ان جي. شغلات مستمره بالمستقبل مثل شنو؟ مثلا هسه عندي انا الساعه بالعشرة الا ربع بالليل، بعد ربع ساعه راح تبدي مباراه كأس العالم، فأنا أرد أعبر إنه أنا بعد ربع ساعة راح أكون مشغول، يعني بالمستقبل راح أكون أنا دا أباوع هاي اللعبة. فشلون أحكيها؟ راح أقول مثلاً at 10 p.m. I will be watching the match. أريد أبين للمقابل إنه أنا بالمستقبل راح أكون مستمر. أو أقول على سبيل المثال tomorrow at 10 a.m. I will be teaching my students. الفكرة العامة عن الموضوع هو أنه أنت يعني تحكي عن شغلة راح تصير بالمستقبل وراح تكون مستمرة بالمستقبل. شلون تنفي هذا الزمن؟ هذا الزمن ينفي كأي زمن باللغة الإنجليزية، هو أنه تخلي not not على الفعل المساعد. الفعل المساعد هنا أنا will، فمكان ما تقول I will be watching the match أو I will be watching TV راح تقول I will not be watching TV أو I will not be watching the match. شلون تسأل؟ أيضا كأي زمن باللغة الإنجليزية راح تقدم الفعل المساعد تخليه بالبداية الفعل المساعد اللي هو will، فصير will you be watching the match أو will you be watching TV مثلا tomorrow أو at 10 p.m. وهكذا. مثلا خلنا نأخذ جمل على هذا الموضوع I will be writing the letter tomorrow، أو مثلا the baby will be playing the whole night، أو على سبيل المثال تقول I will be helping my mother to make breakfast. المهم تخلي will والفعل be وتخلي ing على مود تعبر عن شيء يصير أو مستمر بالمستقبل. وعلى سبيل المثال خلينا نقول جملة أخرى I will be working as a teacher from November to December. أنا راح أعمل كمدرس من نوفمبر إلى أو راح أكون أعمل كمدرس. نفيها مثل ما قلنا والله تخلي عليها not I will not be studying أو I will not be playing أو I will not be writing. وهذا كل شيء عن زمن المستقبل المستمر باللغة الإنجليزية من أسهل الأزمنة أو أسهل الصيغ الموجودة باللغة الإنجليزية، بس المفروض واحد يعرف شلون يستخدمه.